بهيديك الليلة قعد الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض وصفن. فكر، قال لحاله إنه إذا بكرة طلعت أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، شو رح تكون ردود الفعل العربية؟ هز راسه، ابتسم وقال لحاله لك يلا شوية مظاهرات وخطابات وبتمرق القصة بعد كم يوم. يومتها أنا كنت بمعرض الكتاب، طلع قدامي ديوان للشاعر العراقي مظفر النواب. طبعا أنا كنت قريته من زمان بس حبيت أتذكر. فتحت الكتاب على هونيك صفحة وقريت: القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تستمعون خلف الباب لصرخات بكارتها، وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض؟ فما أشرفكم أولاد القحبة، هل تسكت مغتصبة؟ هذا رأيي، فكر فيها.